على سلامتكم معايا اليوم في هذه الوصفة. أنا جيت وجبت لكم معايا مقرط العسل نتاع لو فور، يعني طايب في الكوشة كما راكو تشوفوا فيه على شكل ورقة سو فورم دو فوي. نقشته بيدي، ما درتش حتى طابع، هذا كامل مخدوم بيدي. يعني واحد الوصفة ناجحة مضمونة 100%، إن شاء الله كامل تعجبكم. راكو تشوفوا راني نقسم لكم في الحبة، راه يتفتت ويذوب وحده وحده، ما شاء الله مخدوم يعني بواحد الطريقة سهلة. وعلى بالي لا درتوه، إن شاء الله كامل تنجحوا فيه. قلت لكم وصفة مضمونة وساهل ويشد شوية اليد باسكو منقوش، مي صدقوني كي تحطوه في الطبسي هكذا وتشوفوا فيه يعني شيعة وشبعة. فوالا، دونك اللي عجبتها لا فيديو تبعني من الاول للاخر، لعلها تعجبها وتعرف الطريقه كيفاش درتها، يعني سهله مهله. جوزوا معايا، بسم الله نبداو بالمقادير اللي هي بسيطه وبالك تقريبا متوجده كامل في الدار. دونك رانا قاعدين هاد النهارات من داك نديرو حويجه معسله، الله يحل ايامكم ان شاء الله. فوالا، شوفوا الحاجه الاولى، نشوفوا السميد. هذا السميد ماشي ذاك المتوسط اللي فيه تاع المقروط اللي نديروه تاع المقله، لا لا، هذا السميد يجي في شكاير الكبار تاع 25. سيارته نحيت له هذيك الفارينه تاع السميد هذيك الرقيقه، سيارته باش يبقى هكذا وماشي خشين بزاف بلاكو. هذا يجي تاع 25 فوالا. دونك هذا الماركه جو كوا سيم، صافي عندي بزاف من اللي شريته وخبيته، نفضته نحيت له ديك الاخرى وحطيتها. عندي نورمالمون 500 غرام سميد، درت منه كيما شفتو عمر لي زوج كيسان ونص، يعني الكيسان هذو عبر تاعهم 250 مليلتر، معاه فارينه. الفارينه كتشوفو دارت لي كاس ونص، يعني عندنا 250 غرام فارينة، يعني 500 غرام سميد 250 فارينة، زوج ونص سميد واحد ونص فارينة. اللي تحب الميزان هاي تصيب، واللي تحب الكيل دير بالكيل. والكاس تاعي فيه 250 مليلتر، يعني يوزن هكذا. الحاصل نخلي لكم كامل المقادير في صندوق الوصف، اللي ما راحت لها الاخر تصيبهم وتتبع. الحاجه اللي زدتها زدت مغرف عشان تاع سكر ومغرفه صغيره ملح، ودوك راكو تشوفوا زدت لو بيكربونات، يعني الكربونات كيما نقولوا هذيك اللي نديروها الاخر. واش دير هذه تحمر لنا، يعني درت مغرف نتاع قهوه كحله، تبعوا مليح، ونخلط النواشف نتاوعي كاملين. ومن بعد نشد نفس الكاس، انا ذوبت السمن، انا راه موزون السمن تاعي، اللي حبت المارغرين كيما حبت، وزنت ذوبته خليته برد. انا ذوبت 300 غرام، راكو تشوفوا هنا عمر لي 250 فوالا، باش تشوفوا مليح باللي يرفد هذا الكاس 250، وهذاك شويه اللي بقى تاع 300، يعني اللي حبت توزن دير 300، واللي ما عندهاش ميزان تفيض الكاس هذا ما كان، ولا تزيد واحد صبع، دير كاس وتزيد صبع فوالا. دونك نورمالمون راهي الوصفه مفهومه، وشرحت لكم بالتفصيل المومل. هنا خلط كامل الخليط نتاعي بيدي بالعقل بالعقل، تحسوه باللي تشمخ شغل راح يتلم، سي نورمال باسكو راح نطيبو في الفوغ، يعني في الكوشه نتاع الكوشه يجي ميدوم زياده على تاع المقله باش ما يجيش يابس باسكو. وما تشربوناش ثاني الكوشه باسكو قلت لكم ما يجينا مرمل المقليها وباين، ما نقدروش نفيضوا الكيلة يتفتت. مي تاع لو فوغ باه ما تشربوناش الكوشه، نديروا له زياده ليدام هذا ما كان. ومن بعد نشد الكيل نتاع مزهر، انا درت المزهر راكو تشوفوا هنا عندي كويس ماشي كبير، عندي حوالي 100 120 غرام نتاع مزهر. ندير بشويه ونشوف، وراكو تشوفوا كيفاش راني ندخل فيه بالعقل بلا ما نعجن بلا ما نواسيه. نحسو بلي مازال يستحق، راني ندير في الاول حتى ندخل له ذاك الاولاني مليح مليح باش يتشمخ، ومن بعد راح نكمل نزيد الثاني. يعني الكاس درتو كامل
وانتوما كل وحده والسميد نتاعها وكل وحده وعجينها، يعني السميد ما يتشابهش، راه من ماركه لماركه ماشي كيف كيف. فوالا دونك انا وليت كملت هذوك حوالي 120 ميلي لتر نتاع ما زهر. وبيان سور انتم تخلوه جاري شويه، يعني ما تيبسوهش من الاول، باسكو لو كي تحطوه لو طون اللي تخدموا الغرس تاعكم ولا توجدوا الدوزان تصيبوه انشف باش ما تزيدوش. انا هكذا راك تشوفوا راه شويه مبلبخ، يعني راه شامخ شويه، نخليه ما بيد نوجد الغرس نتاعي. حاجه سهله مهله، وعلى بالي كامل شاطرين تعرفوا ديروا المقروط. هنا راح نعمرونا بالغرس. عندكم الغرس، درت شويه قرنفل وشويه قرفه شويه زبده، ورايحين نعجنوا بالمزهر. لازم يكون نفس لا كونسيستانس تاعو، يعني القوام تاعو يكون كي العجين. نوجد ثاني دوزان اللي نخدم بيه، عندي النقاش، عندي شويه فارين، علاش؟ باش كي نروليه يعاونني يترولا ويغلق لي شقق، وثاني كي ننقشو ما يترفدليش. هذا مكان. ولاباط يعني جات ما شاء الله، راكو تشوفوا ما تفلق، يعني ما تخسرش، معناتها شرب كامل هذاك المزهر. وهايلي ما تستحقوش هذا تحطوه يروبوزي ولا. انا هاك تشوفوا خدمتو ليه ليه، ما بيد وجدت الغرس اني نخدم فيه تمتم، يعني ما تاع الكوشه ماشي اوسي ديفيسيل كي تاع المقله. انا هكذا رايي، ما نخافوش يعني، باسكو ما راحش نرميه في الزيت يتقلى ويتفتح. هنا ما ملي يجي مبسس زياده ما نخافوش، راه محطوط في السنيوه. فوالا دونك نغلق عليه بالعقل ونبدا نرولي فيه. كي تشوفوا يبدا يتلاصق نرش شويه فارينه. هنا ما يهمش، ما تخافوش بالله يجيكم يابس ولا لا لا، بالعكس راح يتغلو يتغلقوا لي هذوك الشقاق ويجيني مسحون، يعني ليس هذاك لو بودا. ونرققوا شويه ما نديروش خشين بزاف، علاش؟ باش رايحه نقطعوا اومبي، يعني نميل بزاف الموس باش من بعد نرجعوا على شكل ورقه. نستويه مليح، راكو تشوفوا راه شباب، ما تشقق حتى شق ما فيه. ندوروا في الفارينه، قلت لكم علاش، باش كي ننقشوا ما يتحليش وما يترفدليش. ونسقمو هكذا، نستويه شباب، يعني نحاول ندير دي بودا شابين ونبدا نقطع. هنا عندكم خيار، يعني كل وحده واش تحب. انا بديت ندير هذاك الكوبات المسنه هذيك، بصح جاني عريض ما عجبنيش، وليت قلت نديرو نورمال. كانت عندي وحده تاع الحديد اللي كنت نخدم بها الكفته، بصح ما صبتهاش وما كذبش ما قلبتش عليها، دونك وليت درت نورمال. نتوما كل وحده واش تحب دير، يعني تحب يجيها مسنن منه ومن تقطع بهذيك لي راه شغل هذيك مسننه، هذيك موس مسنن، ولا ديرو عادي كيما راني نديرو نايا. فوالا هاوليك الحبات، قلت لكم طولوهم شويه ويجوا رقاق وطوال بوانتو، يعني علاش؟ باش من بعد نفورمي الورقه تاعي. هنا نسقم كامل الحبات نتاوعي بيان سور، ونبدا نوجد باش رايحه ننقش. نحط قدامي شويه فارينه، وسي جامي ذاك النقاش يحكم فيه العجين هكذا باش نيفيتي اي مشكل. هادو كامل ملاح ديزاستوس باش المبتدئات ولا اللي ماشي موالفين يخدموا، ولا اللي يرهبوا النقاش يبداو يخدموا بالعقل بالعقل حتى نتعلموا له النقاش. فوالا دونك الحاجه الاولى ندير الخط الاولاني من الطرف للطرف، ونبدا ننقش بالعقل، نميل يدي، يعني ندير هذوك لي نيرفور تاع الورقه هكذا. راهي الصوره واضحه بالعقل باللاتي، شفتوه بدا يلصق شويه ذاك النقاش. ديروا يدكم في لافارين هكذا باش ما تترفدش عليكم لاباط، يعني بالعقل بالعقل. المقروط هذا كامل الناس يحبوه، يعني ولا عالمي هذا المقروط، ما شاء الله كامل نحبوه، وسختو كي يجي مبسس بالطبع كيما راكو تشوفوا هنايا. فريمون جا واحد المقروط شهي، والوصفه ناجحه 100%. ما تخافوش، يعني كاين بزاف اللي يخافوا يدناو ليه، بصح هذا تاع الفوق ما ماشي مو خوف كي تاع المقله. هكذا راك تشوفوا كيفاش جبت لهذوك لي زيكستريميتي، يعني الطروف كل اس جبت وحده منا وحده منا وحطيتها، يعني فورميت الورقه. زدت وريت لكم ان دوزيام، هاي ليك نبدا الخط هذاك الوسطاني، نعاود نجوز مليح منو من نميل يدي، ومن جهه من هين خالف.
وشفتوا النقشة تاعكم ماشي حكمة روحها، فوتوا ديروا هذا النقش الأولاني، تقدروا تعاودوا له مليح مليح تزيروا، والنقش يجيب بالعقل بالعقل باش تعودوا تنقشوا هذه قدام هذه، يعني رقيق، نقش رقيق، حاولوا ديروه رقيق قد ما تقدروا باش يجي متحف ويجي شباب. فوالا دونك هاوليك راني نعاود نجوز له هذاك الخط باش ما يتفصليش في الفوق، وهو نورمالمون ما يديفورماش هذا الاخر، درنا غير شويه كربونات هذيك باش يجي خفيف ويحمر ثان ويجي اون بال كولور، ما يجيش فونسي ولا يبقى ابيض هكذاك باهت. فوالا دونك راني نوري لكم بالعقل بالعقل، النقش على بالي يشد شويه اليد، اللي ما عجبهاش تنقشو هكذا دير طابع، كاين 100 و200 نوع نتاع الطوابع هذوك، انا نحبو هكذا باش يجيني فريمون تاع اليد يجي شبه في الورقه. فوالا دونك كل وحده ودير واللي يعجبها، وهذا النهارات رانا في الدار يعني ما راناش نخرجوا، عندنا شويه وقت، قلت لا غير نوريه لكم لعلك شو وحده تحب ديرو، ولا على بالي جينيرالمون الناس كريب كامل يحبوا المقروط. فوالا بالعقل بالعقل، ونسعفوا ونخدموا خدمه نقيه باش يجينا شباب، ومع الاخر كي تحطوه في الفواره ولا تحطوه في الطبسي باش تاكلوه يعني تنساو كاع تعبو، وما كاش حاجه تجيب الساهل. هذه هي فوالا الكوشه، بيان سور نديرها تسخن 180 درجه ونخليها بعقلها هكذا باش نصيبها واجده كي نكمل كامل الحبات اللي خدمتهم. وانا جاني الله يبارك جاتني فواره وطبسي كيما شفتو ما شاء الله، هذا بكويس اتاي ولا لا ما يعني يجي بالطبع. فوالا دونك نقدر انايا لو دوزيام بودا وريت لكم طريقه واحده اخرى، راكو تشوفوا راني نجبد له هذوك لي دوز اكستريميتي قبل ما ننقشوا هكذا باش تبعوا على حساب الورقه. فوالا اللي ما اللي يعني تتلف لها ولا وحاجه باينه هاوليك، انا بديت ننقشوا بعد ظلام تاع ليا هنا طاح الليل، بديتو مع العشيه كامل فوالا، ومن بعد راك تشوفوا راني نكمل فيه. هو صح يشد شويه اليد النقش بصح يعني يخرج ما شاء الله، شوفوا راني نقشو كامل ما نخلي حتى بلاصه فارغه، ونسيي ندني هذا قدام هذا ما نبعدش فوالا باه يجوني دوك لي نيرفور شابين. فوالا هكذا يعني بالعقل بالعقل حتى نكملو كامل الحبات اللي عندنا، وراك تشوفونا دار لي 4 صفوف الله يبارك، يعني بون كونتيتي، راك تشوفو رطل نتاع السميد و 250 نتاع فارينا، دخلتو طاب 30 دقيقة يعني سوا سوا، درت لا مينوتري كي صفر جبدتو، وهاوليك حمار ما خليتوش حمار بالبزاف، كل وحدة وكاين اللي يحب يخبيه ما يعسلوش، يخليه يبرد ويخبيه مرة أخرى يجبدو يعسلو، أنا ما نعسلوش نغطسو لداخل العسل باسكو جنب السس، أنا نشد هكذايا بالمغرفة نرميلو ما بيدو سخون. وهكذا راني شبحت لكم في الفوارة، وهنا تشوفوا كيفاش جا دوغي يعني ما شاء الله، الصورة راهي تعبر على نفسها وحد المقروط وعليه الكلام، يعني ما شاء الله، إن شاء الله تجربوه وتسيوه وتفرحوا وليداتكم وتفرحوا روحتيكم. قلت لكم المقروط يعني الناس كامل اللي يحبوه، واللي ما يحبش تاع المقلى يدير هذا تاع الفوغ يجي ناقص شويه ايدام ماشي اوسي غا كيما تاع المقلى، وكل واحد وبنته، وهذا معروف في الشرق الجزائري بزاف هما اللي يديروه في الفوغ. وفوالا ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، ما تنساوش ديروا جام ولا تفعلوا الجرس، دائما نقول لكم كاين ثلث جرس، كاين الاولاني الدوزيام الثوازيام، نتوما دائما فعلوا الاولاني باش يجيكم دائما جديد، وابوني وثاني بارطاجيو مع احبابكم فاميليتكم ناسكم، يعني انا ماذا بيا هذا القناه تعم كامل الناس والناس كامل يستفادوا من هذه الوصفات الناجحه 100%، راني نعاود ونأكد 100%، يعني هايلين. وفوالا شوفوا احنا كي نحطوه فوق الفواره نزيدو نعسلوه باسكو انا ما عسلتوش بزاف حتى يطيح هكذا، وكل واحد يدير كيما يحب. ان شاء الله شهيدكم بالصحه الا كان درتوه، ان شاء الله ايامكم كامل حلوين، ربي يرفد علينا هذا البلاء، ونتلاقاو ان شاء الله دي روسات ما خير،
وتبقوا على خير إلى الملتقى بإذن الله.